السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أبطال الصغار؟ عساكم اليوم بخير. عنوان درسنا اليوم إن شاء الله عن تدريبات حرف الواو. هيا أحضروا كتابكم وقلمكم واستعدوا معي. ونبدأ بالسؤال الأول، والسؤال يقول: ضع دائرة حول حرف الواو. ومعنا أول صورة، وهي صورة وزة، وهذه هي كلمة وزة. هيا ابحثوا معي عن حرف الواو. أحسنتم، هذا هو حرف الواو. هيا نضع حوله دائرة. رائع. والصورة الثانية هي صورة وردة. ممتاز. وهذه هي كلمة وردة يا أصدقائي. هيا، هل وجدتم حرف الواو؟ رائع، هيا نضع حوله دائرة. ومعنا الصورة الأخيرة، وهي صورة وسادة. ممتاز. وهذه هي كلمة وسادة، والتي تبدأ بحرف الواو. رائع، هيا نضع حوله دائرة. أنتم أذكياء وعباقرة. هيا يا أصدقائي ننتقل إلى السؤال التالي، والسؤال يقول: اكتب الحرف الذي يبدأ به اسم كل شكل. وأول صورة، وهي صورة نمر. هل تذكرون النمر نمور؟ رائع. من يخبرني كلمة نمر تبدأ بأي حرف؟ أحسنتم، حرف النون. هيا بنا نكتب سويا حرف النون. ممتاز. والصورة التالية هي صورة عنب. هيا يا أصدقائي كلمة عنب تبدأ بأي حرف؟ رائع، حرف العين. وهذا هو حرف العين. ممتاز. هذه هي صورة أسد، وكلمة أسد تبدأ بحرف. ممتاز ممتاز، حرف الألف. هيا نكتب حرف الألف، ولا تنسوا يا أصدقائي أن تضعوا فوقه الهمزة. أحسنتم. ثم ننتقل لهذه الصورة، وهي صورة ساعة، وكلمة ساعة يا أحبابي تبدأ بحرف سين. ممتاز، فنحن نقول سين ساعة. وهذه يا أبطال صورة ذرة. وعندما نرى صورة الذرة نتذكر أي حرف؟ رائع، حرف الذال. وهذا هو حرف الذال. انتبهوا جيدا أن تكتبوه بخط جيد، لا يكون أبدا أسفل السطر. ثم هذه الصورة، صورة حصان، وتبدأ كلمة حصان بحرف الحاء. رائع، فنحن نقول الحاء مع الكسرة حي 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 حي، حصان. وهذه يا أبطال صورة مركب، وكلمة مركب تبدأ بأي حرف يا ترى؟ أحسنتم، ميم. هيا رددوا معي: ميم مركب، ميم مركب. رائع. وما هذه الصورة؟ ممتاز، إنه ضابط، وكلمة ضابط تبدأ بحرف. صحيح، أنتم أذكياء، حرف الضاد. هيا نكتب حرف الضاد.
ولا تنسوا كتابة سنة الضاد بوضوح وتضعوا فوقه النقطة. وهذه يا أبطال صورة كعبة بيت الله الحرام، وكلمة كعبة تبدأ بحرف الكاف. أحسنتم، هيا بنا نكتب حرف الكاف. رائع يا أبطال. ثم ننتقل للصورة التالية وهي صورة سمكة. أحسنتم، وكلمة سمكة تبدأ بحرف السين. هيا رددوا معي، سين سمكة، سين سمكة. ها، من منكم يعرف اسم هذا الشكل؟ جميل، هذه صورة صندوق، وكلمة صندوق تبدأ بحرف، أحسنتم يا أبطال، حرف الصاد. رائع يا أحبابي، هيا ما اسم هذه الحشرة؟ أحسنتم، إنها فراشة، وكلمة فراشة تبدأ بحرف الفاء، فنحن نقول فاء فراشة، فاء فراشة. رائع، هيا هذه هي الشمس الشموسة، والتي يبدأ اسمها بحرف الشين. ممتاز، شين شمس، شين شمس. وفي نهاية هذا السؤال معنا صورة وردة، وكلمة وردة تبدأ بحرف الواو. رائع، فنحن نقول الواو مع الفتحة و و و، واو وردة. بوركتم بوركتم يا أحبابي، أنتم أذكياء وبارعون. هيا معي ننتقل للسؤال التالي، والذي يقول: ضع دائرة حول الحرف الذي يبدأ به اسم كل شكل. هيا انظروا، إنه النمر. أي حرف سنختار يا ترى؟ أحسنتم، حرف النون، نون نمر. وهذه صورة أسد. أحسنتم، أسد. إذن سنختار حرف الألف. أين هو حرف الألف؟ ممتاز، وهذه الصورة هي صورة هدهد. هل تذكرون الهدهد؟ رائع، أي حرف تبدأ به كلمة هدهد يا ترى؟ أحسنتم، حرف الهاء. ثم هذه هي صورة بيت. هيا سنختار أي حرف؟ ها، ممتاز، باء بيت، باء بيت. رائع يا أحباب، انظروا معي، هذه صورة ضفدع. هيا أسرعوا واختاروا معي أي حرف تبدأ به هذه الكلمة. ممتاز، حرف الضاد. رائع، وهذه هي صورة طفل، وكلمة طفل تبدأ بأي حرف؟ نعم صحيح، حرف الطاء. وهذا هو الصاروخ، وكلمة صاروخ تبدأ بأي حرف يا أحبابي؟ ممتاز، صاد صاروخ. هيا هيا نختار حرف الصاد. وأخيرا صورة وسادة، وكلمة وسادة تبدأ بحرف الواو. بارعون، هيا نضع دائرة حول حرف الواو. أحسنتم يا أحبابي، رائع.
فانظروا معي إلى هذا السؤال، والذي يقول: قم بتلوين صورة الشكل الذي يبدأ اسمه بحرف الواو. هل الهاتف أم الوزة؟ أي منهم يبدأ بحرف الواو؟ رائع! هيا يا أحبابي، قوموا بتلوين الوزة بأناملكم الجميلة. وهذا هو السؤال الأخير في تدريباتنا اليوم، والسؤال يقول: أكمل الحرف الناقص. هيا سنردد سويا حروف الهجاء ونرى ما هو الحرف الناقص ثم نقوم بكتابته. هيا نبدأ. ألف، ها، ماذا بعده؟ أحسنتم، باء. رائع يا أحبابي، ألف، باء، ثم ماذا؟ رائع، تاء. ممتاز، ألف، باء، تاء، ثاء، ها، جيم. ممتاز، أحسنتم. هيا يا أصحابي، جيم، حاء، خاء، وماذا بعد الخاء؟ رائع، دال. هيا نكتب حرف الدال. رائع، دال، ذال، راء، وبعد هذا أي حرف؟ ممتاز، زاي. هيا معي نكمل: سين، شين، صاد، ضاد، وبعده يأتي حرف الطاء. أحسنتم. هيا معي: طا، ظا، ثم العين. ممتاز، أحسنتم يا أحبابي. هيا نكمل: عين، غين، فاء، وبعد الفاء حرف القاف. أحسنتم. هيا نرجع سويا: عين، غين، فاء، قاف، ثم أسمع الأذكياء يقولون لام. ممتاز، رائع، لام، ميم، ثم يأتي حرف، أحسنتم أحسنتم، حرف النون، ويأتي بعده الهاء ثم الواو. أحسنتم يا أبطالي،